جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا ما فيها بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها، نبحث عنها. متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين وقت اللي نحكيه في الساعة الثانية هذه على الإشكال الدستوري الواقع والحاصل اليوم والجدل بين فقهاء القانون وأيضا الأطياف السياسية حول من يكلف الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة الجديدة. يحضر معنا في البلاتو أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ. يا أمين مرحبا بك. أهلا وسهلا. أيضا يحضر معنا في البلاتو سيد أمين عام الحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري سي لطفي المرايحي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. كذلك بالتليفون بعد شوية يكون معنا الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سي محمد مسعي، وبالتليفون أيضا معنا أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد. سي قيس مرحبا بك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. خلنا نبدأ معك بالتليفون سي قيس سعيد، قراءتك القانونية للإشكال الحاصل اليوم، شكون اللي كلف الحزب الحاكم يعني حركة نداء تونس بتشكيل الحكومة الجديدة؟ هل هو المنصف المرزوق الرئيس المؤقت الحالي وإلا ننتظر من هو الرئيس القادم؟ القضية لا تتعلق بشخص محدد ولكن تتعلق بالنص الدستوري. هناك الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 48 بعد 100 وتنص على أن القسم الثاني من الباب الرابع وهو القسم المتعلق بالحكومة يدخل حيز النفاذ من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية. يعني أن هذا القسم صار نافذا منذ نشر هذه النتائج وتم نشرها بالرائد الرسمية الذي صدر يوم الجمعة الماضي. هذا القسم صار نافذا. المشكل في تأويل الفصل 89 الوارد في هذا القسم في غضون أسبوع من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يكلف رئيس الجمهورية المرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل المجلس طيب لتشكيل حكومة في أجل شهر يمكن أن يجدد مرة أخرى. المشكل هو أن هذا الفصل الذي ورد فيه لفظ الانتخابات لم يحددها، هي انتخابات تشريعية أم تشريعية ورئاسية في نفس الوقت. ولكن من الواضح أن الأمر يتعلق بالانتخابات التشريعية لأن المسألة تتعلق بتكليف مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد. فهذا النص صار نافذا. هل أن رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية الحالي أم رئيس الجمهورية المنتخب؟ بالنسبة إلى البعض هو الرئيس القادم المنتخب، ولكن القضية هي أن هذا النص يتعامل مع رئيس الجمهورية الذي يكلف بقطع النظر عن كونه القادم أو الحالي، علما وأن رئيس الجمهورية يتولى فقط التكليف بناء على الترشيح فليست له أي سلطة تقديرية على الإطلاق. مهمته تقف عند التكليف ولا يتحول رئيس الجمهورية أو لا يقدر إلا إذا فشل المرشح الذي تم تكليفه في المرة الأولى في تشكيل الحكومة بعد أجل شهرين. يعني هذه هي القراءة الممكنة لهذا النص الفصل 89 من الدستور الجديد، بمعنى أن الأحكام الانتقالية وردت فيها العديد من النقائص ومن الثغرات، من بينها هذه المسألة التي لم يقع التحسب لها. أيضا هناك ثغرات أخرى في الفقرة الأولى وفي الفقرات التي تليها تتعلق بنهاية المجلس الوطني التأسيسي. يعني يتواصل العمل بجملة من أحكام التنظيم المؤقت للسلطة العمومية إلى حين انتخاب المجلس الجديد. كان يفترض أن يتم الترسيس على أنه يتواصل العمل إلى حين تولي المجلس الجديد لمهامه. يعني كل هذه أخطاء للأسف لم يتم التحسب لها وأدت إلى هذه الأوضاع.
طيب اليوم اللي نفهموه من القراءة اللي عملتها توا، هل ممكن أن ننتظر الرئيس القادم أو دستوريا لابد للمنصف المرزوق بوصفه الرئيس الحالي أن يوجه رسالة إلى الحزب الحاكم الفائز بتبيعة حتى يشكل الحكومة؟ لكن لا توجه هذه بالرسالة، وكان المفترض أن يتم التعامل مع مؤسسات الدولة أو القيام بمشاورات، يعني على غرار ما يقع في عديد الأنظمة الأخرى. وأوضح جدا أنه توجه بهذه الرسالة، كان كما قلت يفترض أن يتوجه إلى ربما إلى رئيس المجلس القادم برسالة، وليس إلى رئيس الحزب أو أن يدعو رئيس الحزب للتشاور معه. المهم أن المشكل اليوم أنه لا يستطيع أن يمارس مهام هذه المهمة إلا بناء على الترشيح، فكيف يمكن أن يقوم بالتعيين؟ يعني المشكل أنه في حالة سلطة مقيدة، فما لم يرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد شخصية لتولي رئاسة الحكومة لا يستطيع تكليف أي أحد، وليس هناك أي جزاء يمكن أن يترتب عن مثل هذا الوضع في صورة عدم الترشيح بطبيعة الحال. شكرا لك أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، وأيضا بحثينا قبل ما نحكيه مع أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري أستاذ قانون آخر أمين محفوظ بالاستوديو. معناتها قراءات مختلفة قانونيا حول دستورية إذا كان المنصف المرزوقي مسموح له اليوم أنه يطالب الباجي قيد سبسي بوصفه رئيس حركة نداء تونس الحزب الفائز في انتخابات التشريعية، أنه يكلف شكون حتى يشكل الحكومة الجديدة. سأرحب زميلي أستاذ قيس. مرحبا بك. بالنسبة لي الموقف متاعي راهو قلته بكل تجرد وبغض النظر عن ما نعيشه اليوم من مشاكل، وقلته في الوقت المناسب. يعني كنت بعيد على جميع الأطراف، لأنه اليوم أصبحت هناك تداعيات سياسية للقراءات. أي. وبالنسبة لموقفي عنده تقريبا ما يقارب العشر أشهر، ترجعوا له عندكم في جوهرة فام وفي وسائل إعلامية أخرى وفي مقالات كذلك نشرت، ونبهت نبهت للأطراف وخاصة لرئيس الدولة باعتباره ضامن لاحترام الدستور، أطراف الحوار الوطني، وقلت بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية. يعني مش تعرفوا لي الموقف بعيد عما يدور اليوم من تجاذبات سياسية. وعندما قلت ذلك قلت أنه سوف يصطدم بمشاكل دستورية كبرى، لأنه في تقديري أنا ذاك أن الذي حرر نص الدستور والذي حرر بالتحديد الأحكام الانتقالية أساء فهم العديد من المصطلحات، منها مثلا مفهوم الدخول حيز التنفيذ حيز النفاذ والتفريق بين الدخول حيز النفاذ وتطبيق الأحكام. الأمر أصبح معقد، يعني فصل حقيقة في صفحتين، وبين لنا هناك أحكام تدخل حيز النفاذ وأحكام أخرى لا تدخل حيز النفاذ وأحكام أخرى تستثنى إلى ذلك. يعني عملية معقدة ومركبة ولا علاقة لها بتنظيم العملية الانتقالية بوضوح وبدقة وبدون أي مشاكل. بالله اسمح لي أمين محفوظ، معناتها هل المصطلحات المتداخلة ومتشعبة والمعقدة اللي جات في القراءة أو في كتابة الدستور وخاصة الأحكام الانتقالية كانت عن قلة دراية وعدم إنصات إلى أساتذة القانون الدستوري وإلا لغاية في نفس يعقوب؟ تجم تقول عدم الغياب الكفاءة موجود. نبهنا إلى ذلك. يعني أنا دوري شنو؟ أنا دوري كأستاذ قانون وأني أنبه في الوقت المناسب. في الوقت المناسب نردوا بالكم راهو نجم نطيحوا في الإشكال اللي طحنا فيه دايره اليوم. وكعليش راهو الفوفوار سورتو وقت اللي تصير قراءات ديما لا كويرونس دو لا ليكتور، معناه ثم إنسان كيف يقدم القراءة متاعو يقدمها أولا في الوقت المناسب، وثانيا يكون منسجم حتى ولو صارت أحداث عارضة ولا صارت مشاكل يكون منسجم مع نفس القرار، بحيث القرار متاعي موقفي قراءتي ما هيش وليدة اليوم. طوى الماليفي به الماليفي نرجع له. إذن لا نحب نرجع للأسباب. لا متفهمين سبب الأولاني سبب المشاكل هذه هو تحرير الأحكام الانتقالية.
السبب الثاني لانه راه كنا من نجم كنا نجمو ما نعيشوهش الاشكال هذا هذيك كنا نجمو ما نعيشوهش كنا ما نجمو ما نعيشوش اذا كان مثلا سي المنصف ما بعثش الجواب هذا لا 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 ثم مشكل اللي اليوم ناتج عن انه سي المنصف المرزوقي جمع بين صفتين دو كاسكيت عنده صفه رئيس الدولة اللي يزمه يحرص على احترام الدستور ويحرص على احترام القانون ويحرص على أن العملية الانتقالية تدور بدون مشاكل طيب هذه الصفة الأولى الصفة الثانية مرشح. هو المترشح لخلافة نفسه هل أنه أحسن إدارة الجامعة الإجابة بالضرورة في حسب تقديري في تقديري الخاص لا من المؤسف أن يقول اليوم خاصة لأنه هو في حالة تنافس مع شخصية أخرى ولكن كنت نفضل وأني لا هذا يستفيد ولا هذا يستفيد لأني أريد أن أبقى في نفس المسافة على نفس المسافة من جميع الأطراف لكن الأخطاء كبيرة لأنه ما عادش عارف روحه وقتاش رئيس دولة وما عادش عارف روحه وقتاش هو مترشح لأنه المترشح قبل كل شيء على فرض جدلا نفرض جدلا وأنه القراءة الدستورية متاعه صحيحة طبعا لي أنا عندي موقف سابق ليها قلت لك عندها أشهر وأني غالطة سوف أأتي نجي عليها أما نفرض قراءتك صحيحة قراءتك القانونية سليمة وصحيحة على الأقل كيف تحب تطبق الفصل 89 هذاك وتعتبر نفسك اللي يهمك أنت كرئيس دولة يلزمك تحترم بقية النصوص الأخرى وثم كذلك تقاليد مش كان راهو المؤسسات ما تحكمهاش كان النصوص ثم تقاليد وتقاليد إيجابية اللي بها نبعث رسالة للشعب وأن المؤسسات تحترم بعضها وأنه المثم حتى إذا كان ثم مشاكل بين الأشخاص المؤسسات يلزم تكون بمنأى عن هالمشاكل هذية وأنه تسير الدولة التونسية يلزم يتم في إطار احترام هذه المؤسسات وهذا مع كل أسف ما صارش علاش لأنه أولا قبل كل شيء نفس العبارة هذه متاع التكليف مرشح الحزب الفائز في الانتخابات راهي هي نفسها جابوها من القانون التأسيسي عدد 6 واللي كنت عرفتها زادة كيف كيف وقت كانت مشروع لأنه في الديمقراطيات ما هوش الرئيس الحزب اللي يجي الأول هو اللي نعطيوه الحكومة لا يجب تكون عنده الأغلبية المطلقة حتى يجي الأول ما عندهش الأغلبية المطلقة نمشي مباشرة يجينا اللي عنده الأغلبية المطلقة ونعينوه لكن مشاو خذاو بنفس التركيبه لظرف سياسي معين لظرفيه سياسيه معينه نعرفوها اللي وقت حركه النهضه كانت في المرتبه الاولى اذا وقع بنفس الحسابات وهذا الخطا الكبير الثاني انه صياغه النصوص القانونيه لا يقع صياغتها للمؤسسات ولحمايه المؤسسات وانما صيغه طبقا لظرفيه اللي هي قابله باش تتغير اليوم انت الاول غدوه تصبح الثاني وهيك علاش اليوم نشوفوا اللي وضع النص ما لقاش روحه الاول في باله حطوا الروح لقى روحه حطوا اللي جاء الاول في بلاصته من اللي نعتبرها انا بالنسبه لي من المآخذ الكبيره على صياغه النصوص القانونيه بشكل عام من المجلس التاسيسي سواء بالنسبه للدستور او لبقيه القوانين وقع التعامل لم يقع احترام قواعد الصياغه اللي هي الوضوح الدقه البساطه وحسن التعامل مع الزمن خاصه كقاعده ذهبيه لصياغه النصوص وانما وقع صياغه النصوص طبقا ل توازنات معينة حسابات لي حسابات معينة واللي يتصوروا وأن باش تتواصل للتوازنات هذه طيب دونك شنو اللي صار كيف كانت نفس العبارة موجودة في صارت معناها تقليد مزيان باهي سي المنصف المرزوقي نادى زعيم الحزب اللي جاء في المرتبة الأولى هو سي راشد الغنوشي استقبله تفاوض معاه قال له شكون المرشح نتاعك قال له راه المرشح نتاعي سي حمادي جبالي وقع تكليف سي حمادي جبالي بتشكيل الحكومة وفي المرة الثانية نفس العملية تمت مع سي علي العريض بحيث هذه تقاليد إيجابية هكا ولا إذا يفترض مادام وقع التقليد ديجا واحترموه أنه كرئيس دولة نتعامل مع استكمال الساعة المؤسسات أنه يكون عندي برلمان انتصب وموجود ويشتغل على نفسه وافتتح الجلسة الأولى ولكن ثانيا لازم نحترم خاصة الفصل 89 أنت ما كمشيت في الفصل 89 فصل 89 يقول لك في أجل أسبوع بعد الإعلان النهائي عن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وأنت اعتبرت الانتخابات اللي هي تشريعية هكا ولا شكون يعرف لنا النتائج النهائية للانتخابات هو الفصل 148 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يجي يقول لك الفصل هذا أنه الهيئة تصرح
بالنتائج بموجب قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. بحيث أولا نحترم القانون، وهذا ما تمش، لأنه أنت كي باش تبعث له واخترت التكليف صحيح، التكليف ما قالكش برسالة ولا بالاستقبال وأنت حر، أما كما قلت لك أنا فما تقاليد، فما تقاليد يقع احترامها. بعد ما الحزب الفائز تكون تشكل البرلمان ويكون قدم لك المرشح نتاعو، خاطر النص يقول لك المرشح الحزب الفائز، دونك لازم تنتظر الترشيح، هذا ما تمش. ثم من جهة أخرى هي الزربة هذه الكل الواش إذا كان ماكش تصرفت كمترشح، هذا هو اللي حبيت نقوله في التوقيت هذا بالذات. في التوقيت هذاك الرسالة خرجت شكلا في الشكل نتاعها باسم رئيس الجمهورية، لكن في مضمونها وفي خلفياتها السياسية خرجت من المترشح المنصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية لغايات سياسية، لخلفيات سياسية، لا في تقديري معروفة الخلفيات السياسية. واضح، نرجع لك بعد شوية شنية تنجم تكون الخلفيات السياسية. بيان يصدر عن الاتحاد الشعبي الجمهوري والأمين العام لطفي المرايحي موجود بحضنا في الاستوديو، يقول تابع الاتحاد الشعبي الجمهوري جدل فقهاء القانون حول حقية رئيس الدولة المؤقت في تكليف الحكومة القادمة، وقد انقسم بين موجيز وداحظ، ولما كان هذا الأمر غير محسوم فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري كحزب يدعو إلى اتباع ما فيه مصلحة البلاد، وذلك بقبول التكليف من الرئيس وإن كانت ولايته موشكة على نهايتها، وفي ذلك تسريع للقطع مع المرحلة الانتقالية، فإن كان الرئيس فإن حزب نداء تونس وهو من سيكلف بتشكيل الحكومة، لذلك ندعوه إلى الإسراء بالمشاورات وإنجازها في أقرب الأجال حتى يتسنى له الشروع في تحقيق الوعود والعهود التي قطعها على نفسه أمام الشعب التونسي. تفضل سي لطفي المرايحي، أكثر توضيح على الكلام هذا وبعض اللي سمعته أيضا من دكتور في أستاذ في القانون الدستوري. بطبيعة الحال موقف دكتور معروف وما سمعناه وسمعنا غيره، بطبيعة الحال مانيش أنا باش نحكم عليه، على خاطر هذا موضوع نتاع اختصاص وهو أهل الاختصاص، وإحنا ما لنا إلا معرفة مهما كانت تبقى سطحية يعني وتجريبية، فهما أهل الدراية وأهل القول. ريناهم اليوم منقسمين، واللي تسمعوا في قول وجاهة وفي قول منطق، فاحنا بالنسبه لنا هو قد هو فقهاء قانون، والفقه هو متعرض لفتاوى، فكل يفتي تاويلات ويأول على حسب اجتهاده، والباب الاجتهاد مفتوح. لكن احنا اللي سمعته من الدكتور فيه جانب معرفي قانوني اكاديمي، لكن فما باب ثاني تطرق له كمحلل سياسي، فهو مداخلته كانت بين الاثنين يعني، ثم انطباع رايه الخاص ورأي العلمي اللي ذاك لا مجال بطبيعة الحال أن يكون عندي فيه تشكيك تعقيب، ما نجمش نعقب عليه. احنا في اعتقادنا أنه اليوم الوضع اللي موجود مهما كانت القراءة، باب اليسر موجود، والأحكام الكل والقوانين الكل مجعولة ليش؟ مجعولة أساسا لتعجيل وتبسيط المصلحة العامة وتقريبها. وين مصلحتنا العامة ترى؟ يقول قبيلة سمعت الدكتور قال علاش الزربة؟ الزربة لأنه 3 سنوات مشات، يعني 4 سنوات خلينا نقوله من الثورة، وإحنا قاعدين نقاسي وإحنا ننتظروا في شيء دائم مستقر كل يوم، والبلاد في خسائر، الناس اليوم البلاد موقفة، الإدارات موقفة، المبادرة الخاصة موقفة، الاستثمار يعني موقف، زعما إحنا مزلنا ما نسألش شهير آخر إش كان عليها. يعني أنا نتسأل يعني اليوم شكون الطرف اللي سيكلف؟ نجاوبك انت حب نرجع لك في النقطه هذه بالذات، تفضل الزربة. لا نرجع لك امين ما نخليه يكمل المداخله، خاطر زاد باش ناخذ تليفون ورئاسه الجمهوريه السنفين على التليفون. اليوم نتسائل انا شكون الطرف الرئيس هذا، ولا اللي هو ولايته ماشيه، واللي هو يحتمل يمشي على روحه ولا يحل من رئيس اخر، يعني شنو يغير في الامور؟ هو نفس الحزب اللي يقع باش يقع تكليفه، سواء باش يتعهد رئيسه هو بانه يعمل الحكومه او بشوكل لشخص ثاني، فنفس الطرف اللي باش يقع مخاطبته سيبتقع مخاطبة شخص ثاني، يعني طرف ثاني، اللهم هو قال اعتذر ما نجمش يلم ما نجمش يكون حكومة. وقت نتحدث في موضوع آخر صحيح أنا نمشي معها أنه من ناحية الشكل ما وقعتش مراعاة الشكل، وهذا هام جدا وأنه يصبغ على العملية أكثر حذرية، لكن الشكل والتقاليد نتجاوز الشكل وخلينا نشوف العمق. احنا اليوم محتاجين الحكومة والشيء متأكد، وماذا بينا تبدأ مشاوراتها وماذا بينا تنتصب في أقرب وقت، علاش نقعدوا متعلقين؟ طيب راجع لك بعد شوية وبعد الفاصل، لكن أيضا بعد الفاصل مباشرة نرجع إلى موقف رئاسة الحكومة والناطق الرسمي محمد مسعي بالتليفون.
نلوجوا على حقيقة شكون المسؤول أنه يبعث إلى الحزب الفائز في الانتخابات حتى يشكل الحكومة. معنا أيضا الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالتليفون سي محمد مسعي. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام. حسب آخر بيان لرئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية متمسكة بتطبيق القانون الدستوري وترى أن المنصف المرزوقي هو المكلف أو هو الشخص اللي لازم يبعث إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، بمعنى إلى حركة نداء تونس أنه يشكل الحكومة. الحقيقة عبارة متمسكة أو لفظة متمسكة هي توحي كأنه المسألة فيها إجراء مستمر، يعني وبالإمكان التراجع عنه. هي أنا في تقديري يعني أنه المسألة القانونية واضحة، الإجراء الدستوري تم اتخاذه من قبل السيد رئيس الجمهورية، راسل بعده وانتهى الأمر. يعني الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب احترم بذلك الدستور وأقام بما عليه، ويعني ليس هناك مجال الحديث عن تمسك أو تراجع، لأن الإجراء الدستوري تم واحترم رئيس الجمهورية الدستور الذي هو المسؤول الأول عن ضمان حرمته وضمان. في المقابل سي محمد مسعي، جلسة طارئة للحوار الوطني وأطراف الحوار الوطني دعت رئاسة الجمهورية للتراجع عن هذا الإجراء. الحوار الوطني هو طبعا من أكثر المؤسسات اللي يعني تميزت بها بلادنا، والوفاق الوطني وكل هذه الأساليب في إدارة الشأن العام هي من أهم الأساليب التي نعتز بها في بلادنا. ورغم ذلك يعني أن رئاسة الجمهورية طبعا هي تتعامل دائما بإيجابية مع أي أساليب توافق وأساليب حوار، ولكن الحوار الوطني ليس محكمة دستورية ولا يمكن أن يحل محل السلطات العمومية، وبطبيعة الحال آراؤه كلها محترمة، ولكن المواقف الرسمية تصدر عن السلطات الرسمية، وخاصة في مسألة مثل هذه ليس فيها يعني الإجراء تم والمراسلة أصدرت والرئيس احترم الدستور، ويعني لا يمكن الحديث وهالنقاش كله زايد معناته دستوريا ليس هناك مجال للتراجع. واضح، خليك معنا على الخط. يعني نسق في تسلسل الإجراءات وردت بصفة واضحة في الدستور، ولا يمكن أن نضيف إليها أو نغيرها، لأنه هذا يعني يعتبر اعتداء على الدستور. رغم التأويلات القانونية اللي نسمعوها من بعض أساتذة القانون على بعض الـ 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 يعني الحجج التي دفع بها والتي سمعتها من قبل أستاذنا العزيز أمين محفوظ، نوجه له التحية. مرحبا بك. بيك عايشك، بارك الله فيك أستاذي. فيما يتعلق بتساؤل عن التقاليد التي أسست وعن سبب يعني تجاوزها في هذه المرة، قل بطبيعة الحال أنه ما وقع العمل به سابقا في تكليف رؤساء الحكومات كان يتم بمقتضى الفصل 15 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية، والذي ينص بوضوح أن رئيس الجمهورية يكلف بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد. يعني هناك اختلاف جوهري بين الفصل 15 والفصل 89 الذي حل محله، حل محل الفصل 15. طيب، يعني في السابق كان رئيس الجمهورية بغض النظر عن هذه النتائج هو يجري ما يراه من مشاورات ثم يستدعي مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بطبيعة في مرحلة أولى، والآن أصبح الإجراء شكلي بحت، يعني ليس فيه أي اجتهاد أو مشاورات أو صلاحيات لرئيس الجمهورية. كل ما في الأمر أنه احتراما للدستور منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لابد أن يتم هذا الإجراء. إذن تم تساؤل أيضا فيما يتعلق الإعلان عن النتائج النهائية وتعريف عن الإعلان النتائج النهائية. حبيت نوضح الأستاذ العزيز أنه الفصل 148 يتحدث صحيح على النشر بالرائد الرسمي، ولكن يتحدث أيضا عن النشر بالموقع الإلكتروني للهيئة، والشيء هذا يتم يوم الإعلان عن النتائج. ثم أن أستاذي العزيز يعرف أنه نفاذ القوانين مرتهن بالنشر بالرائد الرسمي، القوانين والأوامر الترتيبية، لأن ذلك منصوص عليه بالقانون، قانون جويلية 93، 5 جويلية 93، والذي يتحدث عن أن القوانين والأوامر الترتيبية لا تكون نافذة إلا بعد نشرها بالرائد الرسمي.
فالنتائج النهائية للانتخابات وقرارات الهيئة العليا للانتخابات لا يسري عليها ما يسري على القوانين، ولكن يسري عليها هذا الفصل، أي أن هذا الفصل لم يتحدث عن شرط نفاذ ولكن تحدث عن صيغة النشر، أي أنه أعطى أسلوبين لنشرها، أحدهما يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والثاني يتم طيب عن طريق الرائد الرسمي للجمهورية. طيب إذا نختصروا مع بعضنا باش نجموا نقدموا في الحوار لو تسمح سي محمد مسعي، خليني ندور الكلمة، راجع لك سي محمد مسعي لو تسمح، وأنت ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، فما برشا كلام مهم. أولا لازم نقول فيه سي زهير مهم. أي نعرف ما شككتش في هذا. النقاط التي طرحت عايشك بفضلك يبارك فيك، كما سمعت الحجه المضاده اسمع حجتي فرد عليها لكي نرى كمل النقاط باختصار به يا سيدي. نقطه وحيده مازالت عن سبب السرعه في اتخاذ الاجراءات والمساله واضحه، لان هالاجل اسبوع ماهوش اجل ارسال رساله فقط تراه، هذا اجل يعني ينطوي على اجراءات مركبه، لانه في اجل الاسبوع ما المفروض انه رئيس الجمهوريه يكلف، فأول التكليف هو المطالبة باسم المترشح وإتمام الإجراء المطالب باسم المترشح، ثم يعني وضع الدستور كان يفترض أن لا تتم مثل هذه الإشكاليات، وأن يبادر الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بإرسال الاسم الذي يراه صالحا لكي يفتح له المجال أمام أجل آخر هو أجل شهر القابل للتمديد بمثله لكي يعني تشكل فيه الحكومة. شكرا، هذا هو طيب وصلوا نقاط الكل. خلنا نرجع بالنقطة أولها، نقطتين مهمين طرحهم عليك رئاسة الجمهورية سي محمد مسعي وكذلك سي لطفي المرايحي الاتحاد الشعبي الجمهوري سي أمين محفوظ، مسألة التسرع والزربة. ساعة هذا على فرض وأنه فصل 89 يطبق، أمانا موقفي عنده 10 شهر ما يطبقش. علاش؟ ولتو دخلنا النقاش الكبير علاش فصل 89 ما يطبقش. علاش ما يطبقش؟ جستومو خلينا نمشيلو للزربة وبعد نمشيلو نقولو علاش فصل 89 ما يطبقش. الزربة على خاطر كيف يقول لك هو، لنفترض أنه قراءتك صحيحة، يقول لك في أجل أسبوع، عندك أسبوع. صحيح النص ما يعطيكش الشكل، أنا كنت تنجم تعمل رسالة، كنت تنجم تكلموا بالتليفون زاد كيف ما يعطيكش الصيغة، أنت تختارها. أما أنا قلت لك ثم تراديسيون، يعني ثم تقاليد ويقع احترامها، لأن المؤسسات ترتفع عن الأشخاص، خاصة إذا تعتبر نفسك أنت رئيس الدولة المخول له بالقيام بهذا العمل، وربما كذلك تعتقد جازما وأنك سوف تنتصر في الانتخابات الجاية. من المفروض البداية متاعك مع رئيس حكومتك تكون على الانسجام والرسالة اللي توصل للشعب التونسي. لكن سمحني رسالة، هذا جانب انتباعي ما هو جانب. لا 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 سامحني اعطينا في العمق إذا كان فما صيغة. سامحني لا لا ما قاطعتكش. لا 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 سامحني تسمح لي دقيقة. هذا ولد في الانتباعيات، يعني اعطينا في العمق. شوف إذا كان مسألة أكاديمية تنيرنا خاطر هكا باش يبدا شكون الأول وشكون الثاني وباش يولي يعني صياغات وديباجات وكذا، أعطينا في العمق اللي تفيد العباد، يعني شنو اللي يفصل الموضوع. لحظة تفضل سي أمين. العمق يلزم قفة شهيد. هي اعطيونا عاونا عليه باش نفهموه. العمق نحب نفهم. هي احنا تلمذتك أنا. شوف شوف باش نفهمك حاجة على تفضل الاختصاص. أولا في القراءات. أي نعم. وفي التأويل تو نسمع فيكم فقهاء قانون دستوري وقراءات، راهو مفضلكم وهذا خطأ شائع عنده 3 سنين اللي جاء الوقت باش نقولوا عليه. ثم فرق ما بين الشخصيات الإعلامية اللي أعطيتوها صفة الأستاذ القانون الدستوري ورديتوهم فقهاء. شيء خليني نتكلم عاد. لا تفل تكلم سيادتك كما يقول أعطيتوها. وثم في العلم ثم بيراميد. في البيراميد حتى القراءات راهو عندنا في البيراميد هذيك يلزم وراك معناها مجموعة من الدبلومات أولا وقبل كل شيء الدكتوراه، ومجموعة من المقالات ومجموعة من المؤلفات. ما هي كلمة فقيه في القانون الدستوري راهو ماهيش سهلة. فهمنا معناها. ثم بيراميد مختصر حديثك. ثم بيراميد هو أنه معناها أنت سيادتك الطبقة العالية. لا 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 وأنه جماعة اللي نسمعوا فيهم هذوما. لا 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 فهمنا عاد باش نفهم. باش نفهم شكون لحظة ما نقاطعوش بعضنا. اسمعني ثم بالنسبة للمسألة هذه بالذات كما قلت لك الشخصيات الإعلامية شيء والقراءات العلمية شيء آخر. احنا بيدنا بالطبع عنا المراجع متاعنا، عنا الأساتذة اللي وقت اللي يتكلموا في الميدان متاعهم وفي الحقل متاعهم بالطبع منجموا كان نتعاملوا معاهم بطريقة
انه يشكل كما نقولوا احنا اوتوريتي سيانتيفيك، يعني عنده سلطه علميه. واضح ولا؟ اذا احنا مع كل اسف اليوم في غياب محكمه دستوريه اللي تحسم المساله هذه، تحسم المساله هذه. دونك شنو نوليو؟ باش نوليو عندنا قراءات من صنفين، عندنا قراءات من صنفين. شنو المطلوب؟ كما قلت لك المطلوب وانه عندما تكون مختص في القانون الدستوري اللي اعتبرته انت انطباعي ربما، واللي اعتبرته انت تحليل سياسي، السياسه هي موضوع شغلنا، يعني ظاهره سياسيه نتعاطى معها بطريقه علميه. اش معناها بطريقه علميه؟ معناها كيف ناخذ النص ويتكتب، كيفاش قراءتي ليه، شكون كتبه، فما ظرف تكتب، شنية مواقف الاحزاب السياسيه، شنية الانعكاسات على تحرير هذا النص، شنية الانعكاسات بالنسبه لفائده الاحزاب او ضد الاحزاب، بحيث كيف تقول لي هذا برك لا هذا الكلام اللي تقول فيه. سمح لي دقيقه، خلينا نتفاعلوا معاك. يعني انا قلت لك خلينا نتفاعلوا معاك لحظه، نعطيكم الكلمه مساج باش ما تولي شعارك ولا هناك تعاطي علمي مع الظواهر السياسيه. سيدي سيدي هذا الكلام اللي تقول فيه، تتعامل ربما كحزب، هذا موقفك بالطبع سيدي سامحني يلزمك. اما انا بالنسبه لي وقت ناخذ النص، ايش قلت لك انا الساعه؟ قلت لك ترجع لتاريخ صياغه النص، ترجع للمواقف اللي صدرت وقتها قبل ما نوصلوا للمشاكل نتاع اليوم. ترجع للمواقف هذا مخر تو عليها اليوم، مخر مخر اليوم. عندنا دستور يعني وعلويه الدستور والدستور اعلى قانون في البلاد. 89 جايك جايك 89 ما يطبق والله جايك 89 ما يطبقش. علاش ما يطبقش؟ لانه اولا وقبل كل شيء في الاحكام الانتقاليه جانا المحرر الاحكام الانتقاليه قال لنا راهو الرئيس الحالي يخضع للقانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011. طيب. وقال له راك تخدم بالقانون هذاك إلى حين انتخاب رئيس جديد. به. وجانا نفس الأحكام الانتقالية. قال لنا راهو الأحكام الدائمة، مش الأحكام الانتقالية طبعا. الأحكام الدائمة الخاصة برئيس الجمهورية لا تدخل حيز النفاذ إلا بعد انتخاب الرئيس طبقا الفصل 74. به. ولكن المشكل منين جاء؟ المشكل جاء في الفصل هذا معناها 148 نفسه. شو يقول؟ الأحكام الانتقالية يقول الفصل القسم المتعلق بالحكومة يدخل حيز النفاذ بعد أسبوع الإجراء الانتخابات التشريعية. لا معناها بعد الانتخابات، بعد إجراء الانتخابات فصل لا الفصل لا 148 مش 89، تقرا في 89. اما 148 في حكم انتقالي زاد كيف اللي يقول لك القسم المتعلق بالحكم. وهذا ثرته انا الاول، راهو المساله هذه ثرتها انا الاول، معناها قلت راهو المساله مش تتعلق بالاجل، خاطر الجماعه اللي عطاوك اياها امين توا راهو المالي لا به لو مالي لا نجم نعطيك العديد من معناتها خلينا في توا ما عادش نرجعوا لتالي يمين باهي لحظه برك. انا قلت لك الفصل 89 لا ينطبق، لانه اولا الشخص الرئيس الذي يكلف هو الذي نتشاور معه، هذا موجود في الفصل في تعيين وزير الخارجية وفي تعيين وزير الدفاع. هو الذي يتولى كذلك في نهاية الأمر عند الفشل، وقت اللي تفشل العملية، حل البرلمان. الرئيس المؤقت الحالي ما عندوش الحق باش يستعمل الصلاحية هذه، حتى ولو كانت صلاحية سواء كانت مقيدة أو صلاحية مطلقة. واضح. يعني الفصل 89 خاطئ. اي. الفصل 89 ما ينجم يشتغل به كان الرئيس المنتخب. المنتخب عبر الانتخابات الجاية. لو كانت إرادة المشرع الدستوري صريحة. وتقول لك لا أنا راهو نحب الرئيس المؤقت هو اللي يقوم بعملية التكليف فقط. ايش يلزم يصير؟ يلزم يصدر حكم انتقالي كما في الفصل 57. انعقاد. انعقاد المجلس نواب الشعب اللي هو سلطه جديده هكا ولا بارابور المنظومه القديمه هو سلطه جديده. جاء الفصل 57 اش قال؟ قال تنعقد دوره المجلس نواب الشعب بدعوه من رئيس المجلس المتخلي. شفت كيفاش هذيك العمليه الانتقاليه يكون فما بسلاسه؟ اسمح لي التنصيص الصريح لم يتم. لحظه بركه نرجع لطفي المريحي امين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري.
الرجل يحكي قانون يقول لك الفصول وخاصة الفصل 89 لا يطبق على أساس أنه الرئيس الحالي يمشي عليه القانون الأساسي مش الدستور الجديد، والأحكام الدائمة أيضا ما تمشيش على رئيس غير منتخب من طرف الشعب. تفضل سيلوت. شوف أنا بدرت من الأول أول كلامي قلت أنه منيش على أنا أهل ولا احنا الناس اللي انت طلبته يبعد على الانتباعات ويحكي لك قانون. هذا القانون ايش يقول؟ احنا قلنا اللي احنا مناش اهل لا انا ولا غيري اللي ما همش مختصين، وعلى ما يظهر انه هما قلال حسب سي امين وانه هو من صفوتهم المختصين، وهذا سمحني من فضلك يعني انه هو مؤهل لذلك، وانا ذا لا اناقش ذلك، انا من عندي علم انا بالموضوع. طيب طيب. ولا الناس اللي موجودين في الاعلام هذوما الناس اهل ذكر ويعرفوا بعضهم في ميدانهم ويعرفوا قيمه كل حد ما نزلوا. هذه خطينا مش موضوعنا. نفهم هو انه يقول لك انا بما هو مبطن وهذا من حقه، يقول لك يعيشك تقول لي اراء نتاع ناس اخرين، رغم الناس هذوكم ما عندهمش الدرجه الكافيه انهم يكونوا فوقها قانون دستوري، هذا حقه. يقول فيه انا ما نجمش نميز كمستمع عادي لاني في الوضع هذا نولي نتحول الى مستمع عادي. يقول لك هو النصوص تنزل منازلها يعني من حيث الزمن ومن حيث الكتابه والاطر والاشخاص. يقول سيدي هذا صحيح، لكن هذا في حرم الجامعه. اما اليوم انا في حياه سياسيه ندير في دوله، الدوله هذه حياتها السياسيه مرتهنه اليوم بتجاذبات ومصالح تنتظر شعب ولقمة عيش تنتظر الناس وآمال تنتظر الناس. خذ راحتك انت سيدي، اكتب ما شئت وألف وأنيرنا واستقيم اللي قاعد يصير هذايا، فقه دستور جديد تستفيد منه الأجيال وتستفيد منه النصوص الجاية اللي باش نكتبوها. لكن اليوم أنا في أزمة، أنا ننتظر في حكومة في فرغ الصبر. هل ترى المآخذ اللي عندك هذه كلها تمس برمت تهدد تخرق شرعية الانتقال، شرعية الناس، نحيت السلطة نتاع الشعب اللي حطها الناس وهزيتها وحطيتها الناس اخرين. هذا صار ولا ما صارش؟ ما صارش. هل ترى غيرت الخارطة السياسية بقرارات نتاعي هذه والتفيت على الإرادة الشعبية؟ ما صارش. ما لا يعيشك سيدي، ما ندخلوش في سورة البقرة. معنا علوية الدستور يا سيلوتي. هل ترى حتنا هالعلوية نتاع الدستور ايه؟ اللي هي أصلها ومستفدة يظل هي ثم علوية الشعب اللي جات منها علوية الدستور. ما هكا ولا هل اللي في الأخر بكل هل الشعب مازال ما قالش كلمته في الرئيس؟ لا مش قلنا في الرئيس. احنا قلنا هو الموضوع غير متكلم على الرئيس. الموضوع هو ماشي للحكومة، سامحني نكمل لك. الموضوع هو ماشي للحكومة ومن سيدير الحكومة سيدير الشأن العام. تحدثناش على الرئيس. الموضوع متاع الرئيس خارج، يعني جاء الرئيس الجاي باش يكلف شكون؟ ما باش يكلف نفس الكتلة، يعني نفس الفريق الفايز، ما هكا ولا؟ باهي. اليوم احنا تمدينا في اكثر من هكا، خاطر بدينا في المنطقة. انا نفهم سي امين والكلام اللي يقول فيه، واكيد انه الراجل عارف ايش قاعد يقول، يعني مش قاعد في لغو. بطبيعة الحال انا متحدث على الجانب الاكاديمي، مانيش نتحدث على ثم جوانب اخرى اللي هو وقت اللي يقول لك على الشكل وهذا الخراجات ومناسبه العلاقات وكذا، هذا موضوع خارج النصوص، مش مكتوب في النصوص البروتوكولات. الا اذا كان حددتها النصوص بطبيعه الحال. لكن انا نمشي لاكثر من هكا. اليوم انه راى انه اطراف لا دستوريه لا صفه لها دستوريا، اللي هي الرباعي الرابع الراعي للحوار وغيره، راها هذه تتدخل باي صفه بأي موجب؟ يعني أنا نبني في دولة قوامها إرادة الشعب اللي ترجمت من خلال الدستور هذا، ونجي نشوف أطراف منتظمة انتظام عشوائي على خارج أي بند من البنود اللي موجودة في الدستور. لعبت دور أو حبت تلعب دور معين، وجهت في واجهة معينة فترة من فترات، باش اليوم ما في مفاهيم الدستور هذا أصلا. نرجع لك بعد شوية خاصة ويقول طيب نرجع لك بعد شوية. أمان أمين باختصار جاوبني على السؤال هذا، يلزمنا نمشي رئيس الجمهورية وبعد نرجع لك للكلمة. جاوبني، هل في رسالة المنصف المرزوقي بتكليف أو بدعوة نداء تونس لتختار شكون اللي يشكل الحكومة خرق للدستور الحالي وإلا لا؟ بالطبع خرق للدستور، تم خرق الدستور. ونقول لك حاجه اخرى زاده، باش نقول لك حاجه اخرى، سوف لن يكون لها اي اثر قانوني. نحب نقول سوف لن يكون لها اي اثر قانوني، ولن يكون لها كذلك الا عند انتخاب
السيد المنصف المرزوقي من جديد رئيسا للدولة التونسية. في المقابل رئيسة الجمهورية تقول لك الرئيس قام بالواجب متاعه والإجراء الدستوري والنقاش هذا الكل زين، غير مؤهل دستوريا لتطبيق مقتضيات الفصل 89. الفصل 89 خاتي ما واش متاعه بتاع الرئيس المنتخب، تبقى الفصل 74. وإذا كانت خل في الفصل 89 هذا، أولا كما قلت لك سوف لن يكون له أي أثر قانوني، سوف لن يكون له أي أثر قانوني نرجع لك للسؤال. إذا فقط إذا ما تم خاصة انتخاب منافسه في الانتخابات. سؤال أنا جاوبهم بعد ما نخرج يا دكتور، ما هو الضرر ما هو الضرر للإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات بتاع 26؟ إيش تحب أكبر من خرق الدستور؟ ما هو الضرر اللي صار للإرادة هذه؟ ما أين حولت الإرادة بعد من الرئيس؟ خلي السؤال عندك، خلينا نشوف رئيس الموضوع. لازم نعطيه الكلمة لرئيس الجمهورية سي محمد مسعي الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية. سي محمد، معناتها أستاذ القانون لهنا سي أمين محفوظ يقول لك المنصف المرزوقي الرئيس الحالي للجمهورية التونسية بقيامه بالإجراء الدستوري هذا هو أصلا خرق الدستور. لا، العكس هو الصحيح، وهذا رأي الأستاذ أمين محفوظ، هو يعني رأيه يعني بطبيعة محترم وحر فيه، ولكن العكس هو الصحيح، أنه لولا قيامه بهذا الإجراء لكان خرق الدستور. كيفاش؟ لأن الدستور يلزم عليه القيام بهذا الإجراء وأحكام طبعا لأي فصل. لا سمحني من فضلك، أنا ما قطعتكش، نسأل أنا، استمعت إليك كأني يعني تلميذ في المدارج واستمعت إلى كلام يعني بعيد حتى عن الموضوع الواحد. فضلك خليني نوصل إجابتي من غير ما تتوتر. لا لا مانيش متوتر. تفضل سي محمد. لماذا التوتر؟ المسألة واضحة. لأن تقول لي رئيس الجمهورية يخضع للأحكام الانتقالية، الأحكام الانتقالية هذه منصوص عليها في الدستور أن يتواصل العمل بها، هذا يعني من ناحية أولى. من بين الأحكام الانتقالية اللي سيادتك قلت أنه يتواصل العمل بها هو ما ورد بالنقطة 3 من الفصل 11، وهي تعيين رئيس الحكومة وأن تؤدي الحكومة اليمين أمامه. ولكن في الفصل 11 كان تعيين رئيس الحكومة وفقا الفصل 15. الدستور يعني تفطن إلى أهمية إلغاء الفصل 15 وأن الفصل 89 يحل محله، يعني وفق هذا التفسير والقراءة المركبة، يصحيح مركبة وثقيلة هذه أحكام الأحكام الانتقالية، ولكن مؤداها الواضح والبسيط الذي لا يحتاج إلى قفة شهيد، أنه الرئيس الجمهورية الحالي الموجود حاليا ملزم بالقيام بهذا الإجراء، ثم أنه الأحكام المتعلقة الأحكام الدائمة لا تنطبق على الرئيس الجديد، هذه إضافة من عندك أستاذنا، لأنه الدستور يقول تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية، يعني ويحأنه بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا، فهو حدد في الدستور قسما معينا لا ينطبق إلا على رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا. أما بقية الأحكام ومن بينها أن رئيس الجمهورية مثلا هو الضامن لاحترام الدستور وهو الذي سيسر على احترام الدستور، فهي مكرسة أصلا في تنظيم وقت الصوت العمومية. لا، وين هي رئيس الجمهورية وقت يوقع إقرار العزيز ما تقطعنيش، خليني نكمل. أما سي محمد راه ما عادش برشا وقت، أنا ما قطعتكش ومعناها سمعتك إلى النهاية وما يوش معناها. تفضل سي محمد، معاش عندنا وقت تقريبا 3 دقائق ونوفي. الرئيس هذه أن الأحكام الدائمة لا تنطبق إلا على الرئيس الجديد، احنا قلنا ثم قسم معين لا ينطبق إلا على الرئيس الجديد. أما الفصل 89 فمن الواضح، من الواضح يعني أنا أناشد أنه أي شخص يقدر أنه يقرأ، خاصة أساتذة القانون المحامين غيرهم المختصين في القانون اللي عندهم إجازة في القانون. لا لا، قال لك معاش إجازة راهو ياسر المسعي، معاش إجازة، قفة شايد، قال لك لازم قفة. الإجازة اللي خديتها أنا ما ولاش اسمها أستاذية ولا ما تبدل، قال لك قفة شهادة، قال اسمها هو نفس. على كل حال معناها ما اختم معايا سي محمد مسعي لو سمحت. سي محمد مسعي، على كل حال أي إنسان قادر يقرأ الدستور يحب يعمل يكون فكرة وحده، يتفضل يطلع على الفصول 148 فصل 89 ويكون قراءته، وأكيد تكون الفصول واضحة، يعني ما نحتاجوش للتأويل، ما نحتاجوش إلى كثرة التجني على المعاني والبحث ولا في خفايا والتركيب اللي والأسباب اللي جعلت المشرع يتوجه في هذه التوجهات. صحيح ثم مشاكل أخرى تستدعي تأويلات ولنجموا ما يقدروا عليها وإلا ما يقوموا بها إلا ناس على غاية من التخصص، وهذا ما ينكر حتى حد، لأنه ثم أعمال
لابد من التخصص في القيام بها بيه. ولكن ثم مسائل تكون على درجة من الوضوح ما كانش وقتها يولي عاد حتى إدارة الشأن العام يلزم الصفوة الصفوة من الأكاديميين والبعض من طيب. الأساتذة الجامعيين هم اللي يديرون بيه. وبقية الشعب التونسي الكريم يستقيل ويرفع يده ولا فائدة من وجوده. وصلت الفكرة. الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سي محمد مسعي، نختم معاكم في الاستوديو أمين محفوظ. أنا نحب نجاوب ساق بكل شيء وأنه راهو باختصار أمين ماشي اختصار الله غالب الوقت كلم سي علي زدنا شوية وقت كان تحب أما حتى الناس ناس يجحوا راسهم باختصار شنو اللي مش يصير طوى شنو اللي مش يصير. أنا بالنسبة لي الرسالة هذه ما عنديش حتى أثر قانوني وقتاش يولي ربما عندها أثر قانوني عندما يقع إعادة انتخاب السيد المنصف المرزوقي من جديد يعني الرئيس ولكن الجاي. سوف تكون هناك عواقب كبيرة على مستوى التعاطي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. لازم يفهموا حاجة وهذا الخطأ الكبير اللي جر حتى بعض رجال القانون للخطأ هذا هو التفريق ما بين الدخول حيز النفاذ. أنا نعطيك ثم حكمة سي لطفي، أنت تحكي على الزمن أساءوا إدارة الزمن خطر الأحكام الانتقالية متاع دستور غرة جوان 59 ولا الأحكام الانتقالية متاع دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا 1958 عمرها ما كانت المؤسسات القديمة تتدخل في التشكيل ولا في تكليف المؤسسات الجديدة. دونك في فصلين أنه المؤسسة اللي تشتغل ريثما يتم انتخاب المؤسسات الجديدة انتخبت لا ورئيس الجمهورية انتخب رئيس الجمهورية انتخب لا لا لم يقع هو مؤسسة سمحني يا أستاذ لا خلنا نكمل لك لحظة لا ما عادش عندي وقت أما قسم الرياضة عنده الحق باش ترش عليك كلمة الختام الشعب التونسي يعني اللي هو اليوم قاسي. أنا نفهم أنا نتفهم اهتماماتك ونتفهم الأسئلة اللي تطرحها وهذه ما تنجم تكون كان أكاديمية وما تنجم كان تفيدنا غدوة أنه باش ما نقعوش في مطبات أخرين تكون الجيل اللي جايين والناس اللي باش تعمل ديتاز عندك أكيد ويكتبونا أحكام وقوانين خير من هكا. لكن اليوم ما يغير شيء وعيب أنه نثيروا الموضوع على الساحة الإعلامية. أكاديميين ثيروها شيء محمود أما على الساحة الإعلامية لا مكان لها لأنه اليوم موضوع أنه خفوا على توانسة العبء هذايا. أنا ما سمعتش ايه؟ أنا ما سمعتش ايه؟ رأي سي أمين ورأي غيره من الأساتذة الجهابذة متاعنا اللي نعتزوا بهم في الناس اللي عندهم انتساب فوضوي على هامش دستور اللي وقعت مصادقة. نعملوا حلقة خاصة بحكاية من أنت تسميهم على قلب الانتساب الفوضوي اللي هم جماعة الحوار الوطني والرباعي الراعي للحوار الوطني اللي خرج البلاد من أكثر من أزمة. وأنت تعرف أنه حتى سيراج الغنوشي قال في تصريح أخير نحن قادمون على أبواب أزمة سياسية واضحة في البلاد. راجعين إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة من بوليتيكا وأكيد الدعوة مفتوحة ليك أمين محفوظ في كل وقت لأنه يبدو أنه فما تعقيدات كبيرة على مستوى القانون الدستوري اللي موجود قدامنا اليوم. سي لطفي المرايحي كيف مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة في كل وقت. مرحبا بك أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري. شيء طيب للجميع. أجمل تحية زهير الجسم من وراء الميكرو. شكرا لسمية صغير على الإخراج. محمود الزياني في التوثيق. وكل شيء تلقاه على www.jawharfm.net. قسم الرياضة مع اعتذاراتنا على دقيقتين تأخير وآخر أخبار الرياضة. إلى اللقاء. جوهر FM الدنيا وما فيها